بين مؤيد ومعارض لانتخابات مجالس المحافظات القادمة وعودتها بعد أحداث كثيرة، تبقى الأجواء العامة مشحونة ويزداد المشهد تعقيدا في ظل انقسام الجماهير والتفرد بالآراء ومحاولة فرض الإرادات. هو شيء يريد المواطن، احنا نشارك بالانتخابات، المواطن يريد يغير الوجوه القديمة بوجوه جديدة شبابية عندها طاقات، عندها تعرف شلون تشتغل، لان هي عاشت المراحل هاي ويا الشباب هذا المامتعين الخريجين الخدمات من هواي شغلات، فاحنا نطلع نغير ان شاء الله وننتخب انا واهلي وعائلتي وان شاء الله نغير للاحسن. بالنسبه للانتخابات يعني حلقه زايده هاي ما بيها فائده. ثانيا يعني مجالس المحافظات بس اخذوا الرواتب ونفس الوجوه يعني ما تغير شيء. صار سنين يعني بالنسبة للمحافظة ماكو شيء جديد. وفي موقف آخر يرى العديد من المواطنين بأن هذه المرحلة هي مرحلة مفصلية وتسهم بوضع حد للتفرد بالقرارات وفرض رقابة صارمة، ذلك بعد أن سجل الطموحات في الشارع الذيقاري لا سيما عند الشباب بضرورة اختيار شخصيات كفؤة قادرة على تحقيق أهدافها. إن شاء الله أنا راح أشارك بالانتخابات لأن نريد نغير الوجوه ذيك القديمة ما فادتنا، لأن نريد نخلي وجوه شباب بلكه تفيد المجتمع تفيد اهلنا وناسنا. فاخوان اترجاكم تطلعون تنتخبون، لان احنا بيدنا التغيير مو بيد واحد، فاترجاكم تطلعون تنتخبون انتم واهلكم وناسكم. فالايد الوحده ما تصفق اخوان، فدوا روحكم اطلعوا انتخبوا، نريد نغير الوجوه الشبابيه بلكه الله تفيدنا بالتعيين خدمات. ان شاء الله احنا نشارك بالانتخابات ونغير من الموجودين وبالطاقه الشبابيه الجديده ان شاء الله، وإن شاء الله للأحسن، التغيير للأحسن. تتسارع وتيرة الأحداث السياسية كلما اقتربنا من يوم الاقتراع، لكن الفيصل في ذلك هو المواطن وحده قادر على اختيار من يمثله ويصون الأمانة. من ذيقار علي الهادي، قناة الرشيد الفضاء.